ثقة عالية جدا لاعبي فريق ساوثامبتون. قلت بأن الفوز في أنفيلد والتعادل في أولد ترافورد يعني الكثير لهم بطبيعة الحال. بوروك يلعب بالنار، بوروك يلعب بالنار ويجيب خطف الكرة. جيرو، ماذا تفعل يا بوروك؟ ماذا فعلت يا بوروك؟ شوف اللقطة مرة أخرى، أراد أن يمر لكن النتيجة كانت مرة، كانت مرة يا بوروك. الله على جيرو، يلعب بالنار، لا تلعب بالنار، لا تحرق لك صبيعك، ستحرق مرماك. هدف للجانرز عن طريق جيرو، أو نقول بوروك في مرماه، لكن يحسب لأوليفيا أنه تابع الهتمة، أنه خطف الكرة وأنه بعد ذلك سجل في مرمى ساوثامبتون. وبوروك عليه ألا يلوم أحد إلا نفسه، يندب حذر، يتحدث مع الحكم. المهم أنه أرسنال في العلاني أنهم سجلوا أولا. يحاول يلعب كرة عربية الآن، محاولة لوسعة الجانرز، ولكن التغطية وركلة جزاء للجانرز. نعم، ركلة جزائية لأرسنال، إشارة من مارك لاتنبرغ. نعم، فورتي ارتكب هفوة قاتلة أمام ميران ساكر. شوف الشد، شوف الشد من القميص في هذه اللقطة. نعم، المدافع البرتغالي ثنائية، تأكيد الانتصار، تأكيد الصدارة. جيرو وأرسنال، جيرو يلعب كرة. يؤكدون الانتصار، يلعبون بمنتهى الإصرار، يكملون المشوار، يريدون اللقب مهما كان الثمن. المهر غالي، سيدفعون وسيواصلون المسير، ربما أنه موسمهم. هدف ثاني لأوليفي، الأرسنال هدفين، ساوثامبتون لا شيء. على بعد 4 دقائق، مباراة ليست سهلة، الأرسنال يحقق فيها الأهم، الفوز المستحق، والثنائية لأوليفي جيرو الذي يحتفل بالوصول إلى كأس العالم ويحتفل بالصدارة.